ويجاد إذا غدي توالين نتيجة إذا غدي توالين مرحبا يسون أسلم نون نوفين نغب والساقين نوفا ومين سما تاديانت الساقين أما كنتو مثلا مين غادي نهضر دغنا في غزة غزة غي تزرام أم كي تثرى إسرائيل غزة ذي يموتن كثر من 2000 جمجوهاد غير غير سن لن تسالف بوكاد يتوجرحن يخمن هدن سفيطارات هدن الجوامع هدن غزة وغال هدنت يهوديا كنا نزرى باللي نحبس نتيثا 72 سنه وسنه كي عدان ذي الوقت اندلت المفاوضات يعني المشاورات ذي مصر هي حريش فلسطين اكذوين من اليهود ولكن المقاومه من فلسطين تفكد 10 من الشروط كيراس حشربه يتوقبلن نبغى ننظر الساقين الثاني يثبط المشاورات نغزة أكو ذي ذاقي ذي الستيديو إلا جماثنا سليم أكو ذس أرن سقردش أين يعنان تمثل تاقين ذي تزورة أسيني مرحبا يسك سليم العسلامة إنك السلامة عليكم بطن حميد مرحبا يسك يعطيك الصحة مرحبا يسك من أقعد يتوالين بارك الله فيك سليم نكون ينظر بلين المقاومة في كان 11 شروط وكذا يروح النار مصر باش كنين قيم الواد مشاورنا كذ الوفد اسرائيل ولكن سلا غني سي الجهه ثاني بلي اسرائيل تقبل حاشا سكرا الشروط ديال المقاومه ام كي تولي ضحكتيني للسيناريو سيارز ذات سليم تلميذ كما ثنا حميد قال سوينا يعطيكم الصحه مرا فيسون ثم زورو ثوره هان مالورز ما لقراتو غالد ابر 72 سوايا غزاويين فلسطين ثمتنا دي فلسطين فرون شويه تنفسون فرون دي نيك لا فيل الحياه توغال شويه توغال غال نشتغل زابيت نسون فرون دا تقضون فرون دا دار شويه يعني سيني خصون سان 72 ساعة ثورة وغانا سيخا من سنة قطع البومبات في ذنت ما القراتو غالد دار المكانيس ندم كدنا قيمتنا حميد نقل ساعة 72 ساعة يجي مسفام باش تخمنون طلبنا الهدنة تورا نقلو ثن باش تكملون هذا الهدنة قد تسمغرون بصحة أمكيد أن حماس هناك على رفوزي هناك سي الديبي لما هناك تقرون القسام وقال لك تفن السلاح دي فلسطين إن سنكم كوا ما يلادون بور الحقنا ذي المفاوضات 72 ساعة نكونون قبلارا أنحبس القرايقي ألمان بود الحقنا يعني نسي لا رفوزي أدرنون لا تريفاقي ني خاطر وتستفدا راني طاس مايلا نكمل هكا المفاوضات واسرائيل قلت سكرتها من الزوط وكذا تفهم نكونو ني برانو غالا سلاح ني برانو غالا المقاومه لنا يعني سفان يعني سان قوة ما من انت فاد لا فاد اول ترين بالك فلسطينيين كي اتبريبان لي سيربريز نظن لاسرائيل سي بور سا الاخبار دي سفان كاترين اسرائيل مالغري نوني ثاني فدان لي زافيون سون بومباردير كان لي كارتي دي غزه بصح الجيش مازال يدير الحدود مازال يك شماله ولو فان تكرا يفاد وور سي سي ناس فلسطين هناك تور اسرائيل انا با لانتونس تشم نعم تشم تو تبو طريحات وغال دار مكانيس تو الفايتريزي كو لي زافيون لي شارنسون باش تاو تنسي البعيد سي البعيد دونك مكيدنا فدان لي بومباغينسون وصبح كي مالوريز مكيدنا الموت هاند وغال دار غزه موت سين سين لعبة ذي غزة موتين وقشيشة مشطوح قشيشة نعم. مشطوح اسمي سي إبراهيم الدوسي ذا قشيشة مشطوح هني نغنت ذي الزيتيون الحوم اسمي سي الحي الشيخ ذي الشيخ رضوان ذي ذي غزة ثاني موتين نظن فلسطين اسمه موت سين وكري بليسي وقي مي بومباردان سين لزافيون ثاني المقاومة قمارة سكوتارة من ساتيني سكال لي دي ميسيل تاقش تين بروف نظن كم كوا إسرائيل ودنا باريوسي تحفز القوة المقاومة دونك الحماس وكذا المقاومات وكذا اللي جروب من نظام نجكان كرا لي ميسين كرا لي روكيت الاسرائيل وبليسان رفع الاسرائيلي يونس ذا جندي لوك ثلاثه لي سيفيل قرن سيفيل اسرائيل بارك الله فيك سليم ادنو غال ارذكي بغا كان نزر يون الفيتي خما نختي دولت ماثنا حياه وادنو غال ان شاء الله ان شاء الله نحن ثابتون على هذا الارض المباركه مرابطون لازلنا على راس اعمالنا وعلى راس مهام الجهاديه لازال مجاهدون على ثغورهم وعلى مواقع رباطهم وجاهزون لتنفيذ المهام الجهادية ينتظرون التعليمات من القيادة إذا لم يلتزم العدو الصهيوني بشروط المقاومة ويخضع شروط المقاومة بحسب الحصار فإن المعركة تستأنف غدنا الساعة 8 بإذن الله سبحانه وتعالى نحن على هذه الأرض المباركة لن نقيل ولن نستقيل إذا متنا نموت شهداء ونبعث أحياء عند الله نرزق وإن حيينا لا نحيا إلا أعزاء على أرضنا المباركة وأرضنا المقدسة كفنت المشاورة في ثالوث غزة
تكفى الهدنة 72 ساعة مبلا ما بوين تد الفايدة. دي المشاورة ثقيا يقلن ذي مصر المقاومة تخدم الشروط وثناد باللي ما قلن إسرائيل وثقفيلا را ونحب سارا نضالنا. إسرائيل تقبل أربعة الشروط، تقبل لسحبسن الأعمال العدائية مجال فلسطينيين، تقبل ثوكسن الحصار في اللسن، تقبل لسراحن الأسرى ذي صفقان الجندين شاليطة، وتقبل ذاغن زيادة صيادة 20 كيلومتر ذي البحر معنا، وتقبل لاران ثولين المطار نغزة، وتقبل لاران الفنين نيون البور أك تولي نيون بوفري ديك تاوين سي غزة على الضفة الغربية إقلان سيزيك. من بعد ما كفانت المشاورات بلا الفايدة ثغال إسرائيل ثوثد سلقساح إفلسطينيين سلبومباث أندي غلين تد الأرواح نظنت. إسرائيل ثغال أر الجرائم نس أري من غين مدن نين شعبيين ذي الوقت دا إسرائيلي لاقت خلص في الجرائم أجي مس محمود عباس يجب الدعوة القضائية إدي السرس دي المحكمة الجنائية الدولية ويسن نيغا وقاد إذا دي توالين سلام ربي ذا مقران في اللون تيكل تيسناتر نوفانا بوساقي دي تزورا نسا ولتمثنا وردة ثقين ذي وثقلان دي غزة تفلسطينيث أتنسقسين هذا دفك أي نظران دي جديد الساقين ذي فلسطين ذي غزة. وردة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. حياك الله يا أخته. ما هي المستجدات في الـ في الـ في القطاع نهار اليوم؟ هو فور انتهاء التهدئة الساعة الثامنة صباحا بدأ في المقاومة الفلسطينية بإطلاق صواريخ على أراضينا المحتلة، لكن ما لاحظناه نحن هنا وما أكده العدو الصهيوني عبر قنوات الحربية بأن المقاومة لم تزد مدى إطلاق الصواريخ عن 80 كيلومتر، بمعنى أنها تستهدف المغتصبات المحيطة بغلاف قطاع غزة أو الحشود العسكرية التي قد تكون متواجدة في هذه المغتصبات. هذا بالنسبة لإطلاق الصواريخ. أما بالنسبة لحالة القصف المضاد الصهيوني على القطاع، فقد قصفت قوات الاحتلال المزيد من المساجد الفلسطينية ومساجد الله، قصفت يعني عصر هذا اليوم مسجد النور المحمدي بالشيخ رضوان على إثر استشهد طفل يعني كان يمر بقرب هذا المسجد ومع يعني الساعات المصاحبة للصلاة. أيضا نتج عن هذا الاستهداف للمسجد إصابة العديد من المواطنين. قبل قليل استشهد أيضا ثلاثة من المواطنين في استهداف لهم شرق القرارة بخان يونس، أي أن العدو الصهيوني يصعد شيئا فشيئا من عملية الاغتيال ومن عملية الاستهداف، لكن الاستهداف ومحاولة جر المنطقة لعنف كبير هذا لم نلحظه هذا اليوم. أخت وردة، احنا نعرف باللي إسرائيل لم توافق على مطالب المقاومة، وافقت على يعني قليل منهم، فما معنى هذا في الشارع الفلسطيني؟ ونحن نعلم أن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام يعني قال أن حركات المقاومة ستستمر إن لم يستجاب مطالبها. هو بالأمس يعني خرج الشعب الفلسطيني يعني مؤيد للوفد المفاوض ويحاول في ذلك أن يقول مع يعني يكون مع المقاومة إلى جنب الوفد المفاوض بألا تتنازلوا عن الشروط التي فوضناكم بها. نحن نريد حياة كريمة، أن نفك الحصار عن غزة، أن يكون لنا متنفس بحري أو جوي يمكننا من العيش كباقي الشعوب. هذا من خلال المسيرات. أيضا كانت هناك دعوة من قيادة الأسرى في داخل سجون الاحتلال للوفد القاهرة، وقال لهم تحديدا شعبكم يرحب بكم وأنتم عائدون محققين مطالبه. ما لمسناه نحن أن هناك تشويش في التصريحات العامة، يعني مثلا أمريكا بالأمس قالت بأننا نعد أو نفاوض الجانب الفلسطيني على جدول زمني لنزع سلاح المقاومة.
هذا كان من رابع المستحيلات، لكنه هذا مثل هذا التصريح يمكنه أن يشوش على الشارع الفلسطيني، أن يشوش على الوفد المفاوض، أن يبدي حالة من التراخي لدى الجانب الفلسطيني على إمكانية تسليم سلاح المقاومة. ما يعلمه الشعب الفلسطيني هنا أن المعركة ليست أقل من شراسة المعركة التي كانت في الميدان. المعركة الآن كلها متجهة نحو القاهرة، وفي القاهرة تصنع إما الانتصار أو الهزيمة. لذلك الشعب الفلسطيني حتى لو لم تتحقق المطالب ولم يوافق الوفد الصهيوني على مطالب الشعب الفلسطيني، فلا مانع عند الشعب الفلسطيني من عودة الحرب ومن أن يستمر هو في دعم المقاومة ضد هذا المحتل. هذا لمسناه في الصرخات المتواترة والمتوالية داخل المسيرات وفي البيوت وفي من كل من التقينا معهم، حتى أن يعني معاريب الصهيونية قالت أن جل من خرج بالأمس من في دعم المقاومة تجاه مطالبها هم من الذين قتل أبناؤهم وهم الذين قصفت بيوتهم، في إشارة منهم إلى أن سياسة نتنياهو في تركيع الشعب الفلسطيني قد فشلت. هم يحاولون تحميل الجيش الهزيمة في غزة، يحاولون أن ينزعوا الحالة من الأمان السياسي لنتنياهو. هناك تبادل اتهامات، يعني لبيد سمعناه صباحا يقول بأن نتنياهو أيضا مزق علاقاتنا بالدول وخاصة بأمريكا. هناك حالة من التشتت، وهذا من حظه كشعب فلسطيني، والشعب الفلسطيني واثق من هذه التصريحات من هذا التخبط الصهيوني بأن الوفد المفاوض لن يتراخى عن مطالبه، وبأننا يعني مستمرون في دعمه ومستعدون لأي خيار تختاره المقاومة، خاصة بعد خطاب أبو عبيدة بالأمس. نعم أخت وردة، ماذا عن الوضع الإنساني خلال 72 ساعة الهدنة؟ هل معبر رفح فتح للجرحى ولتمرير يعني مساعدات؟ قبل أيام، تحديدا قبل 3 أيام، لم تكن يعني مسألة معبر رفح هي الحاضرة فقط، ولكن يعني عانت الداخلية هنا من إصدار جوازات لبعض الجرحى من الجانب الفلسطيني، ودعت الجانب الفلسطيني في رام الله بسرعة إصدار الجوازات للجرحى لإمكانية إخراجهم عبر معبر رفح إلى تركيا أو إلى بعض الدول المستضيفة لهم للعلاج. هذا أولا. أما بالنسبة لمعبر رفح، لا زال تضييق على بعض الحالات، والتنسيق لا يتم بالشكل المطلوب. هناك الآلاف من الجرحى ينتظرون الخروج من قطاع غزة. سمعنا أن تركيا ستبادر ويعني صرحت بهذا وكررت هذا بالأمس بأنها ستقوم بعمل جسر جوي لإخلاء الجرحى في قطاع غزة إذا لم تستجب الحكومة المصرية لرفع الحصار عن غزة. ما ملمسه أن هناك حراك إقليمي لن يسمح بعودة الأمور إلى ما قبل هذه التهدئة 72 ساعة. حتى الشعوب العربية والدول العربية يبدو أنها كأنظمة لم تسمح بذلك، للضغط الذي يورث عليها من قبل شعوبنا أولا، ولحالة العزلة أيضا السياسية التي أوجدتها يعني حرب غزة عليهم وعلى الجانب الصهيوني أيضا. صحيح، بس أنا بدي أحب يعني بحب أن أؤكد على نقطة هامة جدا. نعم. وهنا أنا أناشد كل الإعلاميين وكل الصحفيين. نعم. لأن هناك يعني خطر حقيقي محدق بالأطفال الفلسطينيين المتواجدين الآن في المدارس، وأن الأمراض التي كنا قد تحدثنا عنها سابقا، التيفويد والملاريا وبعض الأمراض التي انتهت من كثير من الشعوب، قد عادت إلى قطاع غزة بشكل كبير. نحن نناشد كل الأمة العربية أن توجد حلا في إدخال التطعيمات المناسبة لأطفال يعني قطاع غزة، أيضا أن تحاول إيجاد نوع من الأمان خاصة في عملية الشرب وفي عملية رعاية هؤلاء الأطفال من خلال وفود طبية. نعم. هذا أخطر ما قد يواجه الشعب الفلسطيني، أخطر من حتى قصف الطائرات، لأن هناك آلاف الآلاف من الأطفال موجودين متكدسين في المدارس
والتي بدأت المعاناة بشكل مستمر تظهر عليهم من خلال إدخالهم إلى المستشفيات بين لحظة وأخرى. مرحبا بك أختي، عندي فقط سؤالين من فضلك. السؤال الأول، في الوقت الذي يعني هناك عدة جمعيات دولية تطالب بمحاكمة إسرائيل على ارتكابها لمجازر ضد الإنسانية، نسمع أن رئيس السلطة الفلسطينية الأستاذ محمود عباس قد تخلى عن الشكوى أمام المحكمة الدولية لمحاكمة إسرائيل، هل هناك موقف رسمي من حماس وما هو رأي الشارع الغزاوي حاليا في هذا من هذا يعني الموقف أو هذه اللقطة من محمود عباس؟ نعم، هو حتى الآن لا موقف رسمي من حركة حماس يبين ذلك الأمر، لكن اليوم استمعت إلى مقابلة مع الدكتور حسن خريشة قال بأن إسرائيل تحاول نزع كل أسباب القوة من الشعب الفلسطيني، سواء بالتوجه إلى الأمم المتحدة أو بنزع السلاح أو بغيرها من الوسائل أو بأقل الأشياء أو حتى فك الحصار عن غزة. هي تحاول أن تنزع كل مظاهر القوة من أيدي الشعب الفلسطيني. لا نستبعد ولا يستبعد المحللون أن تكون هناك ضغوط أوروبية مورسة عليه او امريكيه صهيونيه ورست عليه لسحب هذه الدعوه القضائيه. في المقابل كما قال بان هناك ايضا ضغوط اوروبيه تمارس على العدو للقبول بالشروط الفلسطينيه، لكن هم يعني بين فتره واخرى يصرحون باننا نتفهم حاجه اسرائيل للامن، نتفهم يعني مدى ما تسببه الصواريخ من دمار للشعب الإسرائيلي، يقولون بأن هذه الصواريخ عشوائية وبأن الأهداف الصهيونية هي أهداف دقيقة. للأسف يعني هذا ما يواجه الوفد الفلسطيني هناك في القاهرة، لكن هذا لا يوجد مبرر بشكل أو بآخر لسحب هذه الدعوة القضائية، لأن الشعب الفلسطيني لو كان هناك توجه قضائي منذ حرب الفرقان حقيقي لملاحقة هؤلاء مجرمي الحرب خاصة من الدول العربية أيضا، لما وصل الحال إلى الشعب الفلسطيني إلى هذا الحال، خاصة بعد ارتكاب العدو لهذه المجازر. يعني 60 عائلة أبيدت بالكامل كما أعلنت وكالة الأمم المتحدة، كلها عن بكرة أبيها، لم يتبقى إلا فرد أو فردين من العائلة. الشعب الفلسطيني لا يشجع هذا ولا ويستنكر على الرئيس عباس هذا، وللأسف يعني يسقط عباس حتى سياسيا داخل قطاع غزة، إضافة إلى سقوطه السياسي الذي كان عنوانه الصمت على ما يحدث في غزة لمدة 10 أيام تقريبا. حتى حكومة التوافق لم تبدي تجاوبا مع غزة إلا بعد 10 أيام عندما أرسلت وزير الصحة، وللأسف كانت هناك استقبال غير مقبول لهذا الوزير نتيجة التباطؤ في رعاية هؤلاء الجرحى وفي تقديم المساعدة الصحية لهم. نعم أخت وردة، فيها احنا في هذه الأيام رانا نشوف الدول العربية يعني رانا نشوف فيها حراك دبلوماسي لإيجاد حل للأزمة الفلسطينية، فما رد الشارع أو فما رد الشارع الفلسطيني من هذه التحركات ولو أن التحركات جاءت متأخرة؟ نعم، هو ما يدركه الشعب الفلسطيني أن هناك يعني بعض دعني أقول المبادرات التي يقبلها وتكون كالبلسم للشعب الفلسطيني من الدول العربية التي لا تلعب دورا مشبوها مع الاحتلال ومكملا للاحتلال. تعلمون أن هناك بعض الدول العربية تربطها معاهدات سلام بينها وبين الكيان الصهيوني، فأي مبادرة يمكن أن تصدر من هذه الدول خاصة المجاورة لقطاع غزة ولفلسطين يعتبرها غير مقبولة وبأنها ستكون في صالح الاحتلال، وهو في المقابل يحيي كل الدول العربية ومبادراتها الدبلوماسية التي يمكن أن تحاصر هذا العدو وتسبب له العزلة السياسية. كان أشد ما يعني أفرح الشعب الفلسطيني ما لقاه من استجابة مغاربية لمحاكمة مسؤول الجيش الصهيوني في المنطقة الجنوبية على وصفه أنه يحمل الجنسية المغربية.
هذا يعني يوجد نوع من الطمأنة بأن هناك عمق عربي وإسلامي ويطالب الشعب الفلسطيني بالمزيد. نحن أيضا نريد من الشعوب العربية والإسلامية أن تمارس أيضا ضغط قضائي وضغط قانوني، أن تشكيل لجنة قضائية وقانونية من جميع القانونيين في الدول العربية، أيضا العاملين في المهن الصحية. يجب أن يستمر هذا الحراك وأن تتعمق القضية بشكل أكبر. أنا أؤكد بأن الشعب الفلسطيني ليس هناك شارع في قطاع غزة إلا وتجد فيه سيارة محملة إما بالأغطية أو بالفرش أو بالمساعدات الغذائية، إما من سلطنة عمان أو من حتى تركيا أو من بعض الدول العربية المحيطة، من الجزائر أيضا، من الكثير من الدول. هذا يفرش الشعب الفلسطيني، هذا يطبق جروح الشعب الفلسطيني. نحن يعني إن كان الشعب الفلسطيني اليوم يصمد فهو يصمد بأنفاس هذه الأمة وبعطاء هذه الأمة. هذا ما يؤكد الشعب الفلسطيني كل يوم، وهذا ما يشعر به حقيقة من حسن التعاضد والتعاون بين الشعوب العربية وبين الشعب الفلسطيني. لكن ما نود أيضا الحراك الموازي له أن يكون على بشكل رسمي وبشكل دبلوماسي، أن يتم تنسيق مع أعضاء المجلس التشريعي هنا، وأن يتم المطالبة أيضا بالإفراج عن أسرى المجلس التشريعي المخطوفين عن حركة حماس أو غيرهم الموجودين أيضا في سجون الاحتلال. هذا كله يحتاج إلى تنسيق موحد وإلى جهود دبلوماسية عربية كبيرة منظمة تلاحق هذا العدو وتسبب له حصارا كما حاصر غزة. الأخت وردة، علمنا من مصادر أن الوفد الإسرائيلي المفاوض قد غادر القاهرة باتجاه إسرائيل، ورغم أن الوفد الفلسطيني ما زال في القاهرة ينتظر ربما المفاوضات تستمر، هل هناك يعني أمل لاستمرار المفاوضات ووقف إطلاق النار الجديد في الأيام المقادمة إن شاء الله؟ يعني هو يا سيدي العزيز، إسرائيل اليوم صرحت بأن وفد مصر تفاوض نيابة عنا، هذا ما أصدرته أو عنونته الصحف الإسرائيلية بشكل كبير اليوم. هذا يؤكد بأن حتى لو غادر الوفد الإسرائيلي فالوفد المصري موجود وهو يطالب بما يطالب به الصهاينة. هناك مصلحة مشتركة بينه وبين الصهاينة في عدم فك الحصار. ما أؤكد عليه أن قبل دقائق من الآن وقبل اتصالنا بكم أكد البطش بأننا أبو زهري بأن الخيارات مفتوحة أمام وفدنا ولم نغلق الباب في وجه المفاوضات، وأن الورقة المصرية التي تسلمها هذا الوفد قبل قليل لم تشر حتى لرفع الحصار عن غزة. فلك أن تتخيل أننا عدنا للمربع الأول بأن فك الحصار كما أعلن زياد المخيالة نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، أن رفع الحصار أو فك الحصار أصبح وراءنا الآن. اليوم الورقة المصرية التي قدمت للوفد الفلسطيني أعادتنا لنفس المربع، وهو أنها لم تشر لرفع الحصار عن غزة. يبدو أن هناك من يحاول المراوغة نيابة عن الجانب الصهيوني، وهذا ما يشعر به ويعلمه جيدا ويتيقنه الشعب الفلسطيني. الأحمد أكد أن مصر أننا أبلغنا مصر بأن الوفد الفلسطيني لن يغادر حتى تحقيق اتفاق نهائي. هم يعلمون، الوفد المفاوض حتى لم يصرح بذلك، فهو يعلم أن مصر تقوم بدور الوسيط وهي ذات مصلحة مشتركة في بعض النقاط مع المحتل في الطريق على غزة، وبأن تظل مصر هي صمام الأمان في المنطقة لهذا العدو المجرم. نعم أخت وردة، قالت السلطة المصرية أن رفع الحصار على غزة يضر بالأمن القومي المصري، فماذا تقولين عن هذا الخبر؟ يعني أنا أذكر كلمات للدكتور أحمد بحر التي دائما كان يقول نحن بوابة الأمن لمصر، لن نسمح لأنفسنا أن نكون يوما من الأيام يعني سببا في ان يهتز امن مصر. كلكم يذكر الهجمه الاعلاميه التي يعني وادت الحمله الشرسه لحركه الاخوان المسلمين في مصر، واتهام حماس بانها كانت جزءا
من هذه المنظومة التي شهدت أو كان نتيجة لها أعمال عنف وتفجيرات، وأيضا ما نسب إلى الحركة من صنائع يعني بعض التنظيمات المصطنعة التي ألصقت بحركة حماس، ومنها يعني التفجيرات التي حدثت لخطوط الغاز. هذه كلها محاولات لجر حماس والمقاومة الفلسطينية إلى مربع لأنها تضر بالأمن المصري أو حتى غير المصري، حتى بأنظمة عربية أخرى كدول الخليج وغيرها، وهم يقنعونهم بهذا الأمر. هذا إقناع صهيوني بهذا الأمر. ردنا هو أن الشعب المصري هو شعب شقيق، وأيضا هذا رد كل إنسان فلسطيني حر. لا يمكن أن نتخيل بشكل أو بآخر بأن يعني هذا الشعب يمكن أن يضل بمصلحة مصر. هذه هجمة إعلامية سبقت أمر الحرب على قطاع غزة بأشهر، حشد لها إعلاميا ومصريا، ووجدنا من الإعلاميين المصريين كتوفيق عكاشة يطالب الجيش الإسرائيلي أو يطالب الجيش المصري بدك حماس في قطاع غزة. هذا يدل على أن هناك هجمة إعلامية مبيتة كانت تسبق هذا الأمر، وكان الهدف منها هو القضاء على المقاومة الفلسطينية وازدياد الحصار للشعب الفلسطيني ومحاولة لتركيعه حتى إفقاد التضامن بين الشعب المصري والفلسطيني. للأسف قبل أيام أو بالأمس تحديدا تم منع وفد أزهري مصري من الدخول إلى قطاع غزة وتقديم المساعدات، في حين سمح للوفد الإماراتي بالدخول إلى قطاع غزة. هذا يفسر الحالة السياسية وحالة النظام المصري في التعامل مع قطاع غزة. أيضا وجدنا شاحنات محملة بأكفان من موتى، وهذا مع بدء الحرب على غزة، ويكتبون عليها هدية من الشعب المصري إلى شعب غزة. فهناك يعني نوع من التشويه الإعلامي المقصود به هو نزع حالة التضامن والود بين هذين الشعبين الشقيقين. نعم. أخت وردة، هل لديكم رسالة تريدين أن توصليها الشعوب العربية خاصة؟ أن تستمر الشعوب العربية بالانتفاض، أن لا تتباطأ ولو قيد أمل بالخروج إلى المسيرات وإلى المظاهرات للتضييق على العدو، ومحاولة أيضا مقاطعة المنتجات الإسرائيلية في الدول العربية. هذه تجدي نفعا، وخاصة منتجات المغتصبات الصهيونية المحيطة بقطاع غزة. محاولة إلغاء كل الرحلات القادمة من وإلى هذا الكيان الغاصب. محاولة أيضا زرع الثقة والأمل في نفوس الشعب العربي بأن المقاومة ستنتصر وبأن قطاع غزة سينتصر. أيضا يعني دعم مطالب المقاومة ودعم مطالب الشعب الفلسطيني في رفع الحصار عنه، تسيير قوافل حتى لو لم تدخل إلى قطاع غزة، مجرد أنها وصلت إلى مصر فهي مصر تعلم بأن هذا العربي المتزايد لن يمكنها من الصمود أكثر في تقديم مبادرات تفيد الجانب الصهيوني ولا تفيد يعني الشعب الفلسطيني. ونؤكد أيضا على عملية أن يكون هناك ملاحقة قضائية وملاحقة يعني دبلوماسية لكل من له صلة بالهوية العربية من هؤلاء الصهاينة الذين يشاركون اليوم في حربهم ضد غزة، وأيضا هم يحملون جنسيات عربية بخلاف أديانهم يعني اليهودية. نعم. أخت وردة، حدثتنا من غزة، شكرا جزيلا الشكر لك. أنا روح أرجع مثلا أكلي عبد الله وقين ذمس لذن الجبهة الإسلامية للإنقاذ. هذا غدي هضر نسيل زيارة سيني غدي تزوار. السلام عليكم. على السلامة ينك أجمثنا أكلي. وعليكم السلام وخويا حميد، أهلا بكم. زلفنا ونا زلفنا كخويا حميد زلف سليم زلف قادات سولين. دي تزورا مثلا أكلي بغا ذاك دينيغ نوالا المفاوضة ثقين يضرون دي قوينة دي مصر
يعني غير ثورة وراضي دبو وراضي دبوت أيني يبغى نغ أيني تبغى المقاومة من فلسطين سنية تدو يعني ثلويث مكيا ورقبي لنا سل شروط نسل بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخويا حميد أين أخدم أين أخدم الحكومة إسرائيل ما تسمض لك ما تسفك ذلك الوقت باش أتفد جواب في المطالب أنا عندي جروب ناس نيغوسيون دي مصر بالمراوغة يعني أقضي ياك الوقت إسرائيل تبغانا داوي نفطر المفاوضات أين تخسر دي القرعة أين تخسر أين تقارنة ربحية لقوم النوع سبشارة الناس تذيوات الناس سكر الناس يقروا لن أتنتو راسكش من خلال سنة الحبس أين وتسيو ضارنة ربحية لقوم النار نوم النوع تضارنة ربحية أخطب لها المفاوضات تضارنة تسجل الانتصار حتى كم وتنتصر على فات سجل يعني تخدمها كم المراوغة يعني في وجهيت الداخل يعني استميصاج هي وغلوب الناس يشعب الناس باش كان انتسكالمي كان انت الضرب اللي الحكومة الإسرائيل الضرب اللي أتركا وتوالت قبل المطالب غزة المطالب المقاومة خطر هم بيجي تشحنهم ولاش أتقبل وصلتي الحيغة الأبطال المجاهدين لغزة يقولون المستوطنات اللي في الحدود من غزة لكن في كان أول نسنا بنكني مدرين على المطالب النو ونسعى نسحب استهدئات ونسكمل التهدئة يعني تفن بوالنسن والحيغة طائد أبو عبيدة يغلي يغدي سفرحان يعني يشكاك بحرية يتورين يعني مدنوك سجود في موسم غزان يغلي فرحناك فغندوك يغلي باش أتسبن أتسبن إمانسن أتسبن إمانسن في ديس المقاومة يكمل دولنا من أبو عبيدة طوام يسفرحي المليح يعني ترى المعنوية دي غزة ولنت مليح يعني المورال يعني يقول مليح أخذوا ذنما غزة يدعي بالمقاومة يبدأ في الناس نكون أكيد غزك يا أخوي حميد لابرس أن إسرائيل يعني إن رمس أن إسرائيل نكون نغر كان أشكينا دي عطا حرالات إن يكام خنطان يهو لكن يهو ويسي وضعا أليس ويسم أخذوا ذنما مثلا كلين ذا شاد نيض دقون جفود إدي جبذ محمود عباس لابلانت يسر سنة فالس أرثينة في إسرائيل دقون ذي لكور بينال انترناسيونال والله كيني يا أخويا حميد
وكلا انا خاطر محمود عباس اللي معروف سيزيك ماشي دوين يداني قولو بانس ماشي يداني قولو بانس نغزان ديجا مقبله بدا ويا كان نهضر كنا في سوسمي سوسم افوان يضان دي غزان شحال اكثر من سنه سمانه دي سوسم قريب شحال سوسم دي انتقاره يقيم اكثر من اكثر من سمانه كي شقا الوزير لا سونتي هنا باش هذه يحصوا الاختبارات باش هذه يبدا يجي مش راح يجي وقاعد يموت من هذه غزان دونك محمود عباس يتعوموا في البحر ماشي الناس يتعوموا ذوك مدون يدوغن سم زوارو ان تلعب ان السلطانيه شي قارن كوني باش نسيو اسرائيل المحكمه الجناس المحكمه كي الله الى قنت كي قلنا وين مقارنه كني وي قام كي وفق روما سي تان كونترا دي روميكس واحد مش حل هو ماكي فلسطين وراء تشكام لان سي لقى مسنيين تشكي لينا وبعد خدمنا زعما كرا الاجراءات باش كنا تشكين كونترا من روم مي ايفولين سلا يسحب لابنانت لي حساب اللي من لابريسيون في الناس للجنات اللي كان لوروب خد لابريسيون في الناس ولكن انت بلا ما خد لابريسيون في الناس اللي شرح معروف يعني محمود عباس يعني معروف من التاريخ شنوي اسرائيل يزدو ايس الاويس دونك محمود عباس متخلع على ما يخدمش اكدو هنا وزاو اتعقبن نكبردان بيت فغني ولا سورتو يغلي خارن محمود عباس يسنز القضيه النار محمود عباس الخاين ديجا الشعب نص وشي بغيرة احسن باللي محمود عباس يعني في بروجي نرجعو انا في صور سيونا منا نربي حلال شراء مسؤولين بفلسطين في بروجي نرجعو سيونا وصلنا خويا حميد بارك الله فيك وقيد مثنى اكلي عبد الله ذمس لدي الجبال الاسلاميه دي الانقاذ الا دا كنا غسيل زيارة سنيني ثمير في نكثم قرات اكلي عبد الله وقادي ذا غدي تولين نتي قادي ذا غدي تولين قيمة ذنا غنروح السيف دينا مشطوح ودنو غالغرون
نتيجة دي ضغط تولي نتيجة دي ضغط تولي مرحبا يسون تكل تسنا السحري شاقينا ويسين نوفا بوساقين أما كنت نقول لي غير لك ودين كيمتنا سليم ديال سيديو وكودا رد نسقردش أن يعني ثمثال نغزة سليم تكل تسنا مرحبا يسك سليم نسلا دي وردة تهضرنا سي غزة وسفكينا يعني ذا شوية ضرون دينا ما اللي خرسات يعني اتي درنو ذا فين تهضرنا راهمي حاجاني بالكون هضرنا في لاسا طاس وثنات استغيو لك انكا وسنفكر زل ازل مقران ثنايك يعني يمكن متسقس عن كناسه في الود الوفد الاسرائيلي نيك جا يروح القاهره نعم نعم مورتيس نيك يروح خاطر يزركم كو يجد في ريس ينادي هضر سيسميس مصر مصر نعم ينادي ولا كذا مقران يعني وقاعد يتسولين يعني ما صارك لنا قان الأم الدنيا إنك ما صارك تحامين القضايا بالبعرف فين أنا ميزي المطوغال أنت تكتني قوسين سياسة من إسرائيل سيتم يدي سمارش على جيسيسي دونك أنت تقارن الشروط الإسرائيل الفلسطينيين دونك سي بوسا طاسي دي هضرنا وقادني الوهد الفلسطيني كرو حدنا وغان يعني وقادنا تقيم الطابلة خاطر نزرعكم كوا وين قلنا هما اللي دين الصف هذه اللي دين الميليو انت لي دو كون يغال الكون اسرائيل انساش ديفوندا في بوزيسيونيس يمكن داك الشيء الاول اللي هو راه مقرر مي كيناكم كما نفتح مسؤوليه مصري ند ما نفتح المعبر رفح هذه غاش تان ريسك بول الامن القومي المصري وقيد هو مقرر ياسر ديكم كوا مالغري اسرائيل تقفل مصر قفل لا تفتح المعبر رفح باش تساعدين المساعدة للمصريين وكذا حاجة ضم قران هاد النقطة ثاني المفاوضات تجي يمكن نند يعني المقاومة فكد كلا الشروط فكد كلا لي كونديسيون باش تقفل لنا لا ترافيكات تمغورات قيم نسيل فكد كلا 10 لي كونديسيون باش الا قصر تقفل نعم. واسرائيل دابري لي سوسي ديوسان سي الوفد الفلسطيني نيك تقبل كلا ترفض كلا نعم. نيك بار اكزومبل لو بور اسرائيل فلسطين اس دوموندي البورو د لايروبور نيك وكذاكي نيك سي با بوسيبل نقيم بلا وكذاكي ما نبغانو غالا ان سو لي رولاسيون د برا يعني نيك الا قات قسم البلوكاج كي المينيموم الا قان سو ام تي بور وكم تي ام تي ايروبور باش تعمل لي زافيات صغانات تصغات تصغالت وكي اسرائيل نيك با كيستيون نيك ام بوسيبل نقبل لايروبور نقبل البور خاطر نو هني دابري شو تقارن اسرائيلي نيك خاطر نو كاد بالك صفغون هادشي من السلاح سلاي سلي زافيون سي 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 البور وكذي يوت ثاني نهضرن دف الفلسطينيين دوموندين الى قد فحنت بورا باش تدون المواد البناء لي برودوي دو كونستركسيون باش تبنون الفلسطيني خمس يهد من هكا اسرائيل نيك وكذا الشروط نيك ما نقبل نيك الى قادينين اون فوا ترسلكم قادينين مراقبين دوليين دي زوبسرفاتور انترناسيونال قيم ديال الحدود باش يدورونا شو تشتمن كوم مواد البناء الشيمي خاطر عندنا اسرائيل نيك وكذا بالك حماس سي المواد البناء في الدو تفتح لي تونيل ديال الدور القاعه دونك وكذا الشرط النظام ويعطيني هارد مام مفهومان يمدنا نيك فغانا دوسعا ندير بحال الصيد ندير مدى 15 مدى 10 كيلومتر وكذا غان تلقى ترفض نشد اسرائيل نيك من جاي نكون انا قنج غير لي بيشور بالستينيك سا نوتريزاسيون من عندنا سما الا قا بالستينيا باش راه هذه بيشي الا قاد يسوا نوتريزاسيون سي ولو هذه وسعان بصح ماشي نامبورت كي يروح هذه ياز الومني صافي ديكم كان بالستينيك سا يروح هذه حوس داخل بوم انا شو سعر دروا تقيد عن برمي الاسرائيلي توقية تهضر في تمثال تقي يعني انا هضرت في فليبي زونيه جيم ولو تقتوا ولا لانك بالك لانك قفلنا السلحانه البريزوني بصح غران كاين المصادر ني كاين با كاستيو وقد لقنا نغورنا وني با بريس نسرح خاطر نيك وقد زعما شو تقرا سايكم كاسي دي لاف دي كوارون وهذا دي اخا زعما سي دي دونجي بور اسرائيل وقد بالك نسرح انا دوغالنا في كونتر اسرائيل دونك هناك نكون اوني با بري ان سلاح وقد كي سلاح فاسنا دونك اون جينيرال اشو قبلون الامان اش نسرح نسرح على كونديسيون الى قادينين لي بيشور سلو تراجيسيون ند مواد البناء باش تبنون الى قاس اوكي ونفك بصح الى قاد ندير سوبسيرفاتور انترناسيونال قيم دي دي هذا السن اشو تشكشمم ايمومي تشكشمم يعني ما تبوم دي بار اكزومبل اقنطار السيمان الى قاد ديفان قنطار السيمان باش تسفون دي خامل ماشي تما تيني با ليبر توجور لا كونترولي توجور تحس بالمني كوم كوا مازالك دي الحبس وثاني هضرنا في الاغتيالات وكي خطر امام المقاومه ناكي لقى
ان سيني كوم كوا اسرائيل قد تحبس الاغتيالات تاعي تخدم دوبوي سيزون دوبوي توجور طون جون طاج كان نافيون بلا بلا بيلوت ناشو ادفيزي سوتو لاند كلا يخبثون لي باليستين مالوريزمون يستقيدين اسرائيل زعما دوني والمقاومه تانا نويت لا فيسكني باش تقيدين لي ميسيل اسرائيليه دونك المقاومه ثاني بارمي لي كونديسيوني سي لا اسرائيل تعهد اتفك زعما تسيني كوم كوا الفا بلو فير سا مالغرا ما سكيك دان توغيت اسرائيل لكن كاين با كيستيون على احد كوم كو كث او خداع غارا دونك غارا كس الخداع ولا لاقي المقاومه على فادي فلسطين هكا دونك يعني المفاوضات تاعي وارد بزاف الى حماس انا الجناح الفلسطيني المقاومه الزنسيست لكن كنا صغار كثير اش هادي موثن وقال الحقنا سي المينيموم من كثر نهضر كنا في غزه بلا ما نفضى ثاني نهضروا بعد في الحق الفلسطيني دي القوت الحق الفلسطيني دي القوى القاع النظام نعم نعم مع الكراكه قلت ما على اسرائيل جهه النظام مكدنا لي كونديسيونيس دونك مشوار مقار مشوار دي ظل انا ودي خلصت خلص نتمثل كيف فلسطينيين صلح الكراكه مازال انقني الفلسطينيين شاك جور دونك المفاوضات تكملون الى قيم بريسيون لا بريسيون كيش بيدار بيه هضر دي ظل القائد اللي يمدنا شين ابو عبيده نعم دي ميسي نيكم كورني بري وكذا ولا ما كي يكزمرن هذه يعاونون المفاوضات خاطر مزرانكم كوا المفاوضات تاع السياسي تسيرسيت ماشي واحد سن لان المقاومه سيد فلسطين ثاني مام ازافو نغزيد لي فونس القوه هذا فلان فلاس وتمثنا ورده ثاني مثلا اكلي فونس القوه باش تزفين لكم كوقنا نعاود كذون لي ديسيزيون ولا قنا كذون دونك تاكي الحاجه الهان باش تشجعان المفاوضه تاكي وليك قمنزات قيمنا افيك باش قالوا فرونسي اون بوزيسيون دو فورس يعني ماشي واحد اللي لا المقاومه كودي الا كذون فلسطين وكذا ولاو نتكلارا فعرفنا قلت سكنا في منسن سكنا في ربيتهم في منسن و يعني شامبتيميس كوم كوا او موا ادوين اون كروند بارتي لي كونديسيون ان شاء الله هرست بارك الله فيك سليم النور حارق مثنا علي ايزم وكين اذا قداش دي السرسي سيل زيرا سيني مرحبا يسك دي تزوره السلام عليك علي طبعا ما كنجيك ما علي نكون غادي نهضر في اين يضرون ذي غزه غادي نهضر في المشاورات يضرون دي مصر المشاورة ثقي نزرى باللي المقاومة سي الجهة فكات شروطينس وإسرائيل تقبل سكرة وتقبل راه سوية ظنين ذي الجهة ثانية المقاومة ثناك لو كان إسرائيل وتقبل راه يركس شروطا قلنا نكوني ونحب السارة يعني أمنو داش هذا غادي نضقو نشتاقين مثلا علي لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نحيي المغاربية على هذا الجهد الطيب المبارك إن شاء الله إن شاء الله التوفيق والدوام لها أما ما يتعلق بغزة كلين تجارب عدان تعلمنا باللي الاعتماد على الله سبحانه وتعالى الاعتماد في النفس الانسان اللي اكزمرنا هذا حق الشروط التجربه تعلمنا باللي الاجتماعات الماراثونيين وكل حاجه بصح ربما الصوت غير ولكن الى قدر نعزي يعني الامل انقران باللي راح تحت الشروط للمقاومه يعني نرفع الحصار ويعني امورين مستحيل الاجتماع تاعي غير تندياوي وبالاخص الاجتماع يا للاسف مش عارف ننطق من غير قصر من غير مصر لان تدير البوابه الرئيسيه يعني فلسطين في غزه قطاع غزه ولكن اعول ماشي في ذاك النهايه يعني رب لان واش خاطر وزير الصوت الاول اسرائيل لمصريين المصريين يعني قلبا وقالبا مصلحته مثلا باسرائيل ماشي صحاب غزه بالعكس يعني ادله كثيره تبين بان مصر تريد ان تنتقم من غزه من خلال انتقامها انتقام حماس وبالتالي القوه تنقر يعني المقاومه تزور تصغر ربي سبحانه وتعالى في سنين قصبريس للثباتيس للحنكينس اختراعات يعني العسكريه من العدم
الاسلام هذا المعاونه الميتين صفرت من المفروض من عند الشعوب الاسلاميه من عند الدول الاسلاميه، ولكن تاش واحد ثاني كذا شي ضرير الدول الاسلاميه ينير بالعكس يعني ودمدنا لنا اداء امام قران القضيه الاسرائيليه القضيه غزه على الاقل يعني كرمز قطع العلاقات على الاقل اللوم قال مثلا بوتفليقه يصرح باللي رئيس فرنساوي صديقه رئيس فرنساوي ما يقول ايكارد باللي يمكن وسمح خارج اسرائيل وسمح خارج امن اسرائيل على الاقل شيعة اللوم على الاقل على الجلسه كاينه باش يعلم باللي راح تروح له مصالح الجزائر اش تكون تخدم انا الاردن ولا حركه السعوديه ربما يعني دعم بالخل وبالتالي يكون الاعتماد على الله سبحانه وتعالى المقاومه الاعتماد الفعال ولما المقاومه اقين حرص غنتين كي عجبانه ما تهضر مثلا قرن لقد انتصرت المقاومه وفعلت كذا وكذا المقاومه نكون ما نبغى نرفع المعنويات المقاومه الى قد نرفعوها ماديا اما الكلام ينير بالعكس اقلقنا نتأجج اسرائيل شغل اقلقنا يعني قرص اسرائيل المقاومه من لا شيء تغلبيكم ايش من لا شيء يعني مطلق طار كذا علاش تدخل انت الفان ريبوندر الفان ريبوندر الفان مونتري باللي انت ديك الزمن في الطائرات في الدبابات الى قرر نطبق المثال اللي قرنا كني يغلينا القاع قرط فيه بالله المقاومه بالصحه بوفق امكانيات محدوده نصع الجزم المؤمنين كل هذا ولكن شتانا بين يعني قدراتها وقدرة اسرائيل نكلم الناس كي مسي اي العافيه اسم قرار اسرائيل انتصرت المقاومه وفعلت فيك كذا وكذا يا فعلت ساريكم ما لا افعل ايضا نكلم والوفا المقاومه غتقدم الاعانات الماديه لو كان نوفا سير كازل لو كان نوفا شو سلاح لو كان لباس الدعاء ولكن الهضوره هي من تهضرك فيها الصحافه بحوث غا امر كنا انه نشعل في مسجال اسرائيل باسكو اسرائيل لازم تبين باللي ما كانش منها ماشي المقاومه منها اكغزون تبين باللي تعمل البرهان تاع الطياره تاع كذا فتزيد من الدمار نعم السبعينات السرعي والمحاضر من الاخوان حضر في محاضره يوم الاخوان يهددوا الحكومه المصريه يكد الاخنين يتلقى الشابك العيادي بالاخوان المسلمين وما رايت احد من اخواننا يستفز احدا اننا لا نستفز احدا ولا نقبل ان يستفزنا احد ما تنقل اسرائيل اخرك متسواق الباص اخرك متنهار الباص كذا كيفاش تخدم اكبر البوغانيس باللي وتنهز مالها سوا شو سو بومباردمون يعني تنكير اكثر عندها امكانيات عندها النووي عندها الدبابات عندها طايف كل شيء دونك نكون انا قبل ما نرشد المقاومه في الاعانات يعني الماديه دوفوس ديال كازا كل شيء والدعاء ولكن الى قد ندعم ايضا شوينتين الى قصدك لا نؤلب عليها اسرائيل يمكن يعجبها لما تبغي الصحافه كذا لقد انهزمت وفعلت واسرائيل ما عندها كذا وكذا النتيجه انها نؤلبها على اخواننا سالي يعني انا عمي ما سالي بارك الله فيك يا فاك كي تسقسيت واش قصدت ناد تي مربع عرب نيكو خدم من قيح تورد شاودود بو عرفنا انو تحركنا لاطاس يعني تورد وكذا كيدي لوروب يعني يونا نوتر اسم قرار هذا عرب اسم قاده ميجينمون مش كادي ولي اسلوان فلسطين محمود عباس اختار ان المومون يجي باش يديروا حد يكس لا بلانت ني كونتر لا كونتر الاسرائيل دي لا كور لا بينال انترناسيونال يعني امكن نفهم تمثيل تاكين كل طالب يوي ضد دخلني مانسن دي فلسطين داخل فلسطين صفضي وانا محمود عباس دي روح دي كسر بلانتيكي كونتر ليمانيتي كونتر اسرائيل يعني الحاجه يتقبل لها قال المخ وتقبل لها قال العقل وتقبل لها العقل وين يسين لها يعني حقائق تاريخيه واعرابا للحكام وين ولكن وين يكس عن معلومات الحكام العرب كذا حاجه بسيطه جدا نكون يعني قرا غنتفرجوا يعني كيف قال مكير يعني اتوقع ان يقبل عباس المقاومه من الخلف
أما قال واحد يكسر بلاد هذه أضعف الإيمان، لأن أي وشو العلاقة زيز يكل إسرائيل يكل أوروبا باش يصدوا أمريكا باش يصدوا أوروبا، يعني تفوق حد المعقول. أن كان يعني قصة عجب غالب وكا ما يكشد يعني لابنات النير أن كان قلوا قادي غادي وثل المقاومة غرز فيه وقادي غادي ألف فلسة أدام ذا تحرص فلسة مصر وقادي غادي تحرص فلسة السعودية، ومعناها ماشي غريب ماشي غريب الحكام النغ يوشد القاري الشعوب مادة الانتخابات هل مسؤولة تنتخدم وشفوق دارا قدك خمنون تخذ الحكام يدبين أدبين وسعين حتى مصداقية، معناها المواقف الحكم العرب التورا حنا صنعناهم خاطر مثلا الانتخابات تقعد تزلوك اللي مكاتب الانتخابات تنتخب بنادم كذلك خمنون الشعوب العربيه تخذ الحكام تبينن يعني وسعنا سند شعبي حنا صنعنا هاد الحكام الوهميين هاد البوكيمونات هذوما لو كنا هندي صنعان محمود عباسيني لو كان يعني الشعب الفلسطيني يعني ماشي يعني ماشي يعني كالواعي يزمر يعني ما نوقفش معاه يزمر دي بغرضة يزمر دي بكذا أبدي بين بدي ويشعي حتى الوزن قيس على ذلك سواء عباس دي عباس نغل كوني عباس نغل كوني قليلة يعني فوت لك ماشي عباسي عباس ماشي عباس يعني رغم الصداقات العالمية يكسعى رغم أنه معروف على أنه نسان فلسطين في كل شيء ولكن الصمتين ولا كلمة يا سيدي النوم يتاكد الخطبة تلقى عندي أسيدي دير خطاب وندد أسيدي يسحب السادر تاعك من الدول هذه اللي راهي تسند إسرائيل قيس على ذلك دول النظيم، ولكن الحكام العربي يقول لك أنا نستغرب خاطر ويني وكل مصالحهم الغرب ماشي غير ما ممكن نكون شبيح عندي يسنغ حتى صدرك إذا كنت نستغرب على كل حال نستغرب السعودية اللي ترفع راية لا إله إلا الله فهي نستغرب لازمك يعني تفكرنا فوت يعني كوا وفيها وكان يعني العلماء المسلمين وكانوا وكان كلام الحل يعني كيفاش الشعوب الاسلاميه تقف موقف يعني الملك السعوديه امكن تتجانى كاينين اذا ما امتزلن يعني بغير اي موقف يندد بهذا. هاك مثلا عليه عندو غير اللي كان نهضر في السعوديه يعني توليد حاجة ثانية يتفهمها لا تصل العقل إيمي سيسي صغلي مرسي سعودية في قريف طروانة 4 مليار دولار لبنان إيمي ساعش كرا المشاكل داخل وكذا وكرا الجماعة دينا يفكي 5 مليار دولار دينير مو باش هذي شجاع الارمي الليبانيز إيمي في قوتنا غزة يفكي 52 مليون دولار هم قد سعون العقلية يعني تكذي مليار اللي كوديتا تكذي مليار الارمي لبنان بصيت مثلنا الغزة تمثلتنا كيف كاس 23 مليون دولار وياكني يعني يوزعلي ومني في كبالي كيف كتني عباس أكديني إن كيم مليار ذاين سنطة كييني بالك وين ذاين ديكلارين كان بالك كين ديكلارين هذا بالك أضعاف مضاعفة أكثر وكان خلا بالك هات مدن سلاح بالك هات مدن كذن بالك هات مدن السنياتن دي شكا بلان إيوا شو خطر ويجي الحق من النظر سالي زانج باق أسعيد المصالح لقى الإسلام لقى المسلمين ولقى غزة وبالتالي النظر ذلك يعني أسوأ من هذا لشو ممكن لغا الشعوب النظر إلا قلوب أي ضبين غزة إلا قد النشرة وسائل على بالنون إلا قد أدلتفين الشعوب إلا قد نجازات وزكينة أسعوا الموقف في اختيار الحكام حكام مميينة إلي بان شعوبي لي ما تندهمش على الأقل كن خامنوس فغارة ماذا بين أشفر يعني هاتو مانيفيستيم وناس كن خامنوس وتحضرارة إلى ما هذه الانتخابات لتنظيم البوكيمون بيني والحكام بيني يكسن دماء الشعوب. نعم أك مثلا علي وغير كان مازم الغضاض في قضية يعني الرأيك في الشعوب نكوني نتورا كاني نهضرك ديو تولت مثلا السيغزا نسقسات وثناك باللي الشعوب ما رد فغنا برا يعني ما خد من دي مانيفستاسيون دي مارش باش كاني ادي لينا كود القضية نغزا سي اون بريسيون اي قلان في الحكام نسن نكوني نتولي دي الجزائر خاصة كان الشعب الجزائري ذا الشعب يقف كان اوليس في فلسطين
ماشي سكوساكين يتوسن شحال هي ولكن يا تنتوالي بلا مزون لكن غاب ذك بريد ولا تنتوالي يارا ايه ذا شو قلقنا ذي خدم بنادم باش كني غادي يعاود يدي سوفا اكدو ذا كاع الجزائريين كاع برا. اذا يعني كوني نعاش ذاك الدزاير وقت اللي المحنه لازم العلم المدن باللي نكوني قلت الدزاير ذا نوطي نعاش كذا اول سنه كاينه السلام عليكم وتي نقرر قبل ذا باش وعدنا البنيه الاسلاميه من قوه النظام النظر يعني فاق حد الاجرام وحق الارهاب تحق الشعب معناه نكون الشعب غير يريد اقلام تعيش جديده مازال مرعوب مازال ما هضرش يتقول فيا يتقول فيا بالك خاطر وسعي غير القدر باش تحموض يتقول فيا بالك راني عميد يتقول فيا بالك راني بوليسي معناه الشعب الجزائري باش يهدي الفرار برا يعني مازال مرعوب لكن الشعب الجزائري يعني شريحة كبيرة ثاني يعني سخية سمدود خاصة ما نظر الجهة ثقة أم جمعية العلماء المسلمين الجزائريين أسميت جمعة القبيلة الأولى والقبيلة الثانية والقبيلة الثالثة أكديني عطاء الجزائريين يصل حد الخرافات صديد نعم حد الخرافات وتنغيو السليك إمي سنة ندان جمعي المالي غزة سلسة الدادة صندوق في سنة ذهبك تعاو كل يوم سكاية سنكيد نانا سوى انتخاط سنة سنة الزروس إم أغمدغي غزة سكاية سنة صندوق سنية يوم سمار سعان الليس سعان كيف ريمين تيم نقوشين كتب الزوغينيس تكتب سنتيزي الليس كاين ديال الجزائر ما غتمطغي غزة حكايات تاع لي تصريح هاد الخرافات شحال الشعب الجزائري معطى شحال راه مستندل الاسبوع الماضي قناة النهار دارت استجواب في الشارع يعني مدى استعداد الشباب الجزائري الذهاب الى غزة سمغارين ننتي دوالو فنبريد ان شيعو كذا ونرى غزة اما الشباب اغلبهم اجمعوا على انهم على استعداد تام باش نروحنا لغزة ولكن ذاك الضغط يدي كل نظام راه فقا حد الارهاب الشعب تامر يعني الشعب اللي خارج الاحزاب اللي راهم بالاحزاب راهم مجانين يعني خلاص كيدي كيدي اما الشعب الحر اللي ماهوش داخل بالاحزاب هذول تاع المصلحه تاع النظام كديني غير فواتر يعني تملي دي سنه هضر دي سنه التنسيتي باش تدخل من نادي داكسيون مازال الشعب يوقف يتقبل يوشو خاطر تشد الحباس مازال الجوع كيبع الروس والحنارة ولكن شعب المعطاء الشعب الوكال يقول في مدريد اكدين يقول شوارع راه اروح مباشرة للغزة نعم الى قرار ردي افضل بالشعب الجزائري اثني مازال حي ولكن احليلو مازال يوقف نعم المسألة نعم نعم اجمعتنا علي يعني السؤال نقارو يعني سقسي نقارو ام كي كي تولي اجمعتنا علي ما كان اكدين بلا قصير برك مثلنا خلاص في وليمة وليمة يعني الزفاف نجمع دوك للحباب وكل ما شاء الله من الوسائل ايصال رسائل ويدين السند ويدين التحدي داخل فيها الاطار هذايا لا نكاد نجتمع مستحيل ولا نتكلم على غزة نعم الآن كلمات من المحاضرين شيوخ كبار أفاضل مستحيل ما نقدرش نبدأ بغزة وننتهي بغزة ما شاء الله علي. ما شاء الله كل شيء مبروك في اللون كل شيء مبروك في اللون شيخ علي نكيني أسقسينو أنقارو ما زالي كذي نعم أسقسينو أنقارو مكيه تواليض مكان المشاورة ثقي نورد بوترا يعني ممكن تولد أرزدة ذي غزة الوضع غزة نعم الوضع ذي غزة ما كان المشاورات أقلنا نتولي يعني وربوت ترى غير اللي بغي بول المقاومة أيوة وإن كان ما نزمش 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 أذكى نعم يعني اولا زوالو وانكارو مثلا المقاومه
زمر المقاومه مثلا ما تبغى ما تعيا ما تبغى غطر احترام الجمع ايمانيز الجمع يعني الخسائريز تتراجع مرحليا على بعض المطالب اللي استعصت على طرف الاخر باسكو الناس كلين يظهر لي الاعلام شغل حرض من غير بغينا نقصدو نبغى نرفعوا المعنويات زعما المقاومه ولكن الهريضه ممكن حرضنا الاسرائيليين على لا تراجعوا الناس يقولوا خوافين متخاذلين وزمير مالا المقاومه تغلبي كل كذا وكذا دونك راهم اساسيين باللي خاطر مالو وراح نطبلوا الطائرات وعندنا دبابات وعندنا كذا وعندنا كذا دونك المقاومه كما قادره ربما تتراجع مرحليا على بعض المطالب ريثما تجمع انفاسها كما قادره المقاومه تروح الى ابعد حد في الصمود الى ابعد حد في الصمود باش توصل اما راح تكون يعني الطرف الاخر ربما يعني لان ادينا سيره اللي راه حتى الطرف الاسرائيلي راه يعني يقدر يشوف اذا كانت المقاومه ما زالت شرسه يقدر حتى هو ان يتنازل ولو مرحليا ما عندوش كلمه حتى يقول يعني نحي الحصار نحي الحصار وقت يحب يرجعوا حتى حد تمنعوا باش نبدا الحصار يقدروا يحيوا اسبوع اسبوعين يرجعوا عام عامين يقدر يرجعوا من يمنعوا ولا احد يمنعوا هذا مثلا يتراجع مرحليا باش يجمع الانفاس تاعو ويعاود يحصلها مره ثانيه وحنا مازال ما تعديناش ما قدمناش ما يحمي غزه مستقبلا ممكن قالت مديرة تشهد اللبس هكذا ضعف الايمان ولكن يعني ما يحمي غزه مستقبلا مازالوا زميلها مازالش تنخدم دونك مستقبلا تحدده المقاومه ونسال الله تبارك وتعالى الثبات ان شاء الله ثبات بين الله سبحانه وتعالى والجهد الكبير من المقاومه ان شاء الله علي زم وقين ذا قداش ذي السرسيث إلا دا كنا نغسيل زير أسنيني ثان ميرتي كثام قرات أعلين أف أين كاقين إذا غد نيض وأف ثمغلي يقين إذا غد فكيض أنو حارك مثنا أم قران الأخضر وقين ذا مسلاد ذي الجيل الجديد سيل زير أسنيني مرحبا يسك أم قران الأخضر كيف ربي عزل فلاول نزلو كي زيرين كمالان أم قران وسنقين الجيل الجديد يباند في دقونات ذي دقونار تسرسيه ذي الجزائر إمين إدي سكر الارتيكل 48 يهضرت في اللاس ويهضرت في سلوي من الجزائر ذا شاذا قدينين أم قران الخضارة فانشتاكي أزل سلوان أزل أخي إدارينا كمالان غصح عميد تمثل تاقيم لكن قارن نعطيك 88 نتمنى في الجزائر إذن هذا إذن عاود من حياتي لكن قارن إلى كونفرنس دو بريس نخدم مثلا في السيك أو تاكين عدان في الظل لما قارن الجيل الجديد ماشي ذا جديد لكن قارن ماشي ذا ماينوس في كابان الجيل الجديد لأن تيدو قبل الشهور يا كوكا عدان اسمين ولا اللي تمور لكن قارن ثلاث لحوم بلا الكوفيرماي لا في الحوم نوكالا في مثنى على خاطر نتوالي بلي تمثال تنسلوات من تيك دوزا ماشي تمثال كان يعني ين زين وكنيكين وتمثال القدريس والسنه كي كان شوف في بنو غالا في تمثال تاكين مي سمح مكان زعما بعيني باش كنا نضغر انا عندنا كان يعني كنقال لا سانتيز انت راك كي تيجي يخدموا نقراو نسقموا ان نسالفيت نوكابان جيل جديد ثمين جماعة ثمين جماعة نسيق أوتاقين لا تخمسة تمثالين يدي وكذا نون كورا الساقين يدي حتما في اللعنق يوقنا دليني تمثالين اجي جات اكابان جيل جديد يعني باللي غسا يفاند باللي تسلويت انتموت ولا شيت تسلويت انتموت تجا افيو ذا داري تجا قريب تجا على بومبا كنقارن تمو ذات لحو واحد زي كنقارن فون غوفرمان اللي تمثالي ما جيت سمح مكان خمسة مسكرين كانوا بعد ما الا كريس حسين هذا نهضر كنقارن تمثال تاني زوز
نظرا اسمين يسعدان كنقارن في الكود دي طان 17 فبراير انت براني اني مطلسة كنقارن يسعدان في الحيلة ياك في القوة باش سعدان سرواي يقهلي كينو لي زميراري يبحو لي زمير اوري يخدم لنا كومبان اوري اللي اودي اودي مثلي اول ازاريين اسنيخين يبان بلي الا دونجيت موت كاع على خطر تمثالين في الواد تموت توفكت إيفاسم إيرقزن إثلاوين ويسعينارا كنقارن سعينارا الحق وكنيكي هذا هذا نسيس سلوات مدام وهنا ثمن دوتس نتفكال الحقاقي دونك إيفان باللي نشتاقي زمانا لوين موت أندام كنقارن شيء الخراساوي تسمث مرض وليد أك أينك ويضراني غردايا مرة سوايا ذاك نزف ويجين إجلان أشحال يتخدم وكني كي هذا زعما ديك الحد مستقيم يبان بلي مودي أوديو ثالثا مستقيم ما كان يدينا أون غلا ثمن زون تموت لنا لا لا سميتي لنا نكون مستقيم غبايا زنا في هيدي نس زنا في إسوي نس زنا في الحلي نس لو كان هذه إذا كنا نقيم على قصة غبايا روني غبايا أيما نفاد ثلاثة مثل تاجيم إيش تاجيم ويضرا لا في ثلاثة مرة سوالي ضا إضران أم كت إن سلحان ثم سألت ن روبلين إني أش 57 إذا فريتين ل كومباني نقل ثمن زر إيرالجيري مرة سوالي بلين لكن قارن دوسيا جيز وجند يسبهدل لكن قارن ثمن زر يسبهدل إكسودا زيرين يران نيت نغيرت دون قاع على خطر من ولا بلين تيمور النظام قالت مسيرته فرنسا يقفنك الأمور نكون نغال كان مكنيكي مازال ذي قداش نستعمار في أربعة تم ساتن فلسطين تم ساتن العدوان الصهيوني أفغزة أتوالي باللي كنقارن إن غلاف نتمونا نبرا نتمونا نتمونا ودنيرا ودفنالا ودفكالا أولي سودفكالا أين تشوالي تموتنا الأول نوجدو ذات زيري أول ندولا نزير وتدفكالا ألا رمين أون رطار ألا رمين لين قريت فاك فاز مسالة لخطر وفات باللي وسعلى القوة تفضلت باللي أفجارها قدو ذاك نديفا تفضلت باللي نيفان باللي القرار إزارين إلا لا إفاسم يعني إكسان شرعية تيس خمسة مرة سوايا زانتك وين كنت براني الجهة الجيران النار أم ليبيا أم تونس أسميها كنقارن ثلاثة موت موت أسمي ثموت نغساعة هي بينس أسمي ساعة كنقارن أولي نس ثموت نزايد للا ستين أن بيهو إلى ريجيون دي مغرب الساقين على سواليد الدنجي غادي الحدود النار نكوني ونسعين أول ونزمير من بانوان وغالكين زمرا غنوقع اللي قداش النغذين عندي جاندرمي دي جاندرمين ندمورا نبرا يوكنا نعس الحدود سواليد كل بريسيون ندورا كسوا الأمريكان وكنا نخدم لي باز ميليتير الحدود النار نار أين النظام دونك خمسة مسالاكي سبقنا نتدين كل شيء إلى عما إلى وجود الزيري باللي الساقي في وجود أنا هذيك ذات الويت نتموت النار أتان كنقارن بلا أقرو أقرو غايلي أقرو نتموت ولا شيء ما غايلي أقرو نتموت يتمسكين نتيجين ودي تبنالا ودي انتصارا ودي عبيرا ودي صبارا الوكذود سوى كنا زيني أولا فنسوس غربيت نو كان إلا وكذود لكن قال أقرو نتموت إلا صحي نسعى غصح نسعى تتلويت الموت هذه روح على غربية نضرب اللي أكذودة دائز ما هذا يسمي أنه نضرب اللي زينا أديك لكن قارن الحل الساقي ولا شيء الساقي غثان نظرا ساعتي سلواي انتي قدودة الثانة كن قارن شوف لو فوتي قدودة زيارة انا رانتا في الشرير يعني ان ان بريزيدون امبوطان سير شاز رولانت كي يغان ان بيبل اجنو بون با دير أطرمان يعني أطرش السجين عشان السجين هذا يبدلون فينا طلا يكبرن يقدر أقدر أدي أخذ المسؤولين اللي يقدم المسؤولين أنزميرا نعم أنك ملك جين ألا ماذا سمريت ظروف وغيرت خربين إذا مش فجيت مزجين أم بعد بني نون ضرارة نكونين نكذب السجين في لقنا نعكس ضي وكن لا فكرة جين 88 نتمنى دو في لق إلي دبنو بريسكتورا إرجع إوبليغاتوار اسمها السا ونزميلها نرجو
باش كني كي غادي راح نصاوري في واك اللي كاين تسقى موت نتمنى لو كونسي كونستيتيونال سي لا قاد ياخذ هذه هو اللي يدم المسؤوليه ناس بزاف وجود الدائري على خاطر اشتاقي وزمير اسلوب اجلوب الدائري وزمير هذه قبل اكن تا موتي ناس اتبعو بلا اقارو بلا الغوفيران بلا العباد مع العبد اكس عن الشرعيه انا غادي يدلان داكين راه يدي وجهنا راه وجهنا كاين يدي ثقافه لنا تموتنا زايا كان يبغى الناس ما بغيت ايني دي فراني فقاموس يعني انت سرتيت نوكابان جديد جديد اتنشتاكي ابن ابن وغال فلا نيسيسيتي دو كنقارن دو لابليكاسيون لارتيكل 88 لا كونستيتيسيون نعم ولكن لابليكاسيون دو لارتيكل 88 دو لا كونستيتيسيون الا قاس يعني القديش ام قران فلاس نكونين ولا حاشا الجيل الجديد الجديد إيدياوني سوليتي دياني يسفقنيتي يدرى يحقد شم ذي القان يعني يتمقول يخبر انو يظنين أمر أدوي من فورس يعني افيك لاكيل زمر ما تخدم مكرا إذا اشتاقيني إن سلام إذا اشتاقي قراها نسقداش أسلوين نو كبر نا غا كنقار نو كبر نجيب جديد دكتور سوفيان جلالي دونك نستعلم وكني كين كبر النظام لن كرا لن وقبل بل ما نميد فان لن ويلي جان بيكي تدي بربوزين بطاح لو ناكينين ماشي لوان دورا أشعر فيرا من كنين ننهد مازم فعل المشاورات أكدي كبر النظام أكدي قداش نسرديد إيو كني كين فنقمنا باللي غساقين حتى ما دام الند في فلانين 17 في افريل وسعيد ترى الشرعيه سون با ليجيتيم ميم سي اون بي اتر ليغاليست ما دام ولا باللي كاين كنقارن اربع شهور كي قاعد بان ان تولي باللي تموت في الحوم بلا سون غوفرناي اليا ريسك بور لا كويزيون ناسيونال اليا ريسك بور لا كويزيون سوسيال اليا دونجي pour l'intégrité de notre pays. Et puis, je te dis, هنا كي يقدرون يتمنى قلنا نسرتيت مي
بين كان الوجه في لنا الوجه في تيزو تيزنيني الحقا تيزنيني أينين سوالي باللي ما زينا ديوين الخير إذن موساقين أتيزنيني نكوني أنا يجي الجديد أنه غرا ذنو من سكيدي في الغاشي ما مكني كي لا تكرم تيز في قرحن لا تيز في قعران لما من لنا أوفهنا الغاشي مغفهنا لنا كان قارن الديبو مي يديو الوقت دار أطف يعني يشبه لنا أطف كان قارن مدن ألف من بلي ثمسة تاكي ثمسة من مصر من تموت سي une question qui touche à l'avenir de toute une nation. وجد مثلا ام قران الخضر ذم ثلاث الجيل الجديد الى ديد نغسل زيارة سينيغ تنميرتيك ثم قرات اما كنا سينيغ يقول مثلا وردة يديدان يقل لنا كود نغسيغ زا سينيغ تنميرتيم السينيغ مثلا اكلي عبد الله يقل لنا كودنا سيل زير ذا سينيغ تنميرتيك اكلي عبد الله الى ديك مثلا علي ازم وكي قدش دكوينا ذي سرسية سيل زير سينيغ تنميرتيك مثلا علي السينيغ مثلا سليم سليم يقول لنا كنا ذي السيديو اكس قرش نكون ناساكين السينيغ تنميرتيك ثم قرة السليم وبارك الله فيك كونوا يا وجد اذا غدي توالينا تيكاد اذا غدي توالينا ذا ونديني يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم يمين في قيمة كما نغطم زوخت ان شاء الله تملي لي تيذون ازكى لو انا جين ودنا ويدغن أين فشون غير نسقرج السيارة زكا هذا ونديني غدي كون ندي لهنا وسلام ربي.